سيداتي ساتي ساداتي، رجعتلكم مع أدق أسرار برنامج سيبوني أغني، وحنبدأ أسئلتنا مع النجم شعبان عبد الرحيم. إني سمعني إزاي حضرتك يا أستاذ شعبان؟ أهلا وسهلا أستاذ شعبان. ممكن تقول لنا مين اللي هيكسب النهاردة؟ اللي يكسب النهاردة اللي هيفوز هو اللي هيكسب. حد قال له؟ لا ما شاء الله، وفكر وراح خبطها. اللي هيفوز هو اللي هيكسب. أمال يعني العبقرية دي جت من شوية؟ ما شاء الله، دول ناس عبقرة. اللي هيفوز هو اللي إيه؟ هيخسر. صح. إجابة مقنعة من النجم شعبان عبد الرحيم. الله الله. النجم طلعت زكريا، إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا. حضرتك ممكن تقولي مين اللي هيكسب النهاردة؟ الزمالك 2-0 إن شاء الله. بس العدد قليل قوي. طب فين الأهلاوية؟ أنا آسف أنا آسف. إجابة مقنعة من النجم طلعت زكريا، وحنختم أسئلتنا مع النجم السوبر سوبر ستار النجم سمير غانم. أهلاً 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 بالمذيع القمر. إيه الحلويات دي؟ إيه ده؟ ايه الحلويات يا اخي؟ مش تقولوا انكم جايبين مذيعات موزز تفتح نفس الجمهور. استاذ سمير، ايه البدله اللي انت جاي بيها البرنامج دي؟ ايه دي؟ امال تقولي ايه اللي لابسه شعبان؟ لا لابسها. اللي هيفوز هو اللي دعابة من النجم سمير غانم. طبعا احب اهزر مع الشباب طبعا، انما النجم سمير غانم عاوز يقول ان هو كان في تصوير مسلسله الجديد، فجيب برنامج ملحقش يغير، جه عندنا هنا خبط لزق. انا قلت كده؟ يا كذاب. استاذ سمير، حضرتك داخل مسلسل جديد ان شاء الله. اسمه ايه؟ خبط لزق. مسلسل خبط لزق. طيب مدام دلال جت مع حضرتك؟ دلال جاي تعمل ايه؟ ماي وايف. يس جايه ان شاء الله، بس المواصلات بقى. طب حضرتك في عمل مسرحي جديد؟ ده فظيع بقى. اسمه ايه؟ ده كل حاجه فيه جديده. اسمه ايه؟ حتى الممثلين لابسين جديد. اسمه ايه؟ خبط لزق. مسلسل خبط لزق، والفيلم خبط لزق، والمسرحيه خبط لزق. طبعا. هو حضرتك ما فيش غير الاستاذ سمير؟ ما تسألينا احنا مش يعني ايه. انا اسفة جدا يا استاذ طلعت. حضرتك داخل فيلم سينما جديد؟ انا داخل فيلم ضخم جدا لابعد الحدود. اسمه ايه؟ خبط لزق. هو كده برضو خبط لزق. حاجة غريبة قوي وانا قاعد لبطش هنا مش تسأليني. النجم الكبير استاذ شعبان، حضرتك داخل عمل جديد ان شاء الله. اغنية ولا ايه واسمها ايه؟ اسمها خبط لزق. كله خبط لزق. جديدة. سيداتي أنساتي ساداتي، واضح إن فنانين مصر كلهم بيشتركوا في مسلسل واحد وهو خبط لزق. فاصل ونواصل.